على المدربين على الخصوص. نعم. أنه أي جودي أدى فاتورة طمع في هذه المباراة، بمعنى نعم. أنه لعب بطريقة اللي كان فيها ثلاثة ديال لاعب ارتكاز وخلق مشاكل كثيرة. لو تكلم عن عبيد كان اللي هو وراء الشلال، فتزامنت نعم لا غنتابعوا يعني الطريقه اللي جاب الهدف، التمريره الرائعه يعني ديال الفتوحي، التسديده يعني اجمل ديال اللاعب تيغاديوين، اللاعب كما قلت لاعب فيتيس ارنهايم الهولندي. اعتقد انه حتى التغيير، خروج قاسمي ودخول تيغاديوين عطى الاكل ديالو. هنا تغيير مركز بمركز شيء طبيعي، لان كنعرفوا انه قاسمي اللي كان وراء الانتصار ديال المغرب من خلال ضربه الجزاء، انما كنعرفوا انه ماشي ما عندوش هذيك الديناميكيه، ونتكلم على يعني لاغريسيفيتي، يعني ما عندوش هذيك العدوانيه في اللاعب، عكس اللاعب تيغاديوين اللي دخل وكان. انما الشيء اللي مهم لازم نتكلم عليه هو مع التغييرات اللي همات المنتخب، في المنتخب كان تغييرين قبل هذا الهدف، فخلات انه كيلعب بلاعبي ارتكاز، لانه رجع عبيد في وسط الميدان ودخل اللاعب سعيود، يعني سعيود اللي هو لاعب اللي بمهارات كثيره، فهي اللي خلاتنا نشوفوا التمريره الرائعه من فتوحي في الهدف، ولقى لاعب منا ما بين الهجوم، ما بين الوسط وما بين الدفاع. نعم. وهذا شيء اللي ما كانش الشوط الاول كان تبعو، كانت هذه ابرز محاوله للمنتخب الجزائري. لاعب بونجاح البديل كادي سجل الهدف لحسن الحظ، يعني الكره كتمشي يعني فوق المرمى هنا، يعني المحاوله والمرتده اصبحت خطيره للمنتخب الوطني المغربي، وكان بامكانها ان تعطي الاكل ديالها حتى العوده ديال اللاعبين الجزائريين. اعتقد بانه المنتخب الوطني حقق الاهم بالفوز ديالو، وبالتالي رفع الراس ديالو 6 ديال النقاط، ما غاديش نقولوا تاهل رسمي، ولكن خطوه كبيره في انتظار، يعني نتمنوا ان نتيجه التعادل اللي غتخدم يعني